يا اهلا وسهلا. يا اهلا يا مرحب. عايزاك يا سي مسعود. عزتك العافيه، اتفضلي. يا اهلا وسهلا يا مرحب. شكرا. اتفضلي. تشربي ايه يا ست الكل؟ ولا حاجه، متشكره. انا كنت عاوزاك في موضوعك ده. انت تؤمر وعليا التنفيذ. تسلم، ربنا يخليك. انت الكبير والد الكبير، ولك معارف ويدك طايله في كل مكان. امال ايه؟ كنت عاوز اعرف اي اخبار عن ميلاد، اصل قلبي واكلني عليه قوي. ما تخليه قاعد مطرحه، هيجي ينيل هني. ايه؟ شوف الراجل، انا بقول ليه هو بيقول ليه. ايوه دكتور عبد المجهود، انا نادر. نادر الممرضة اللي كانت بتشتغل معاك في المستشفى. لا ده موضوع يطول شرحه، كنت عايزاك في خدمة. انا عارف انك انت اشطر طبيب شرعي، هبعت لك صور عربية متغرجة رصاص. عايز اعرف نوع السلاح والمسافة اللي ضربت منها العربية. لا مش مستعجلة، بس الموضوع بالنسبة لي حياة أو موت.